بجاية، هو الذي درس بالمعهد الموسيقي في بجاية، تكون في عدة جمعيات تهتم بالموسيقى الأندلسية من بين ما بين 1992 إلى غاية 1998، له عدة مشاركات وتسجيلات. أذكر أنه شارك في المهرجان سنة 2008 ليعود سنة 2022 ليشارك كاسم فني حاضر في الساحة الفنية الجزائرية. سيقدم قصيدتين، أشعث ذبلي للمكرم هذه الليلة محبوبتي، وكذلك سالي تراش قلبي كذلك لمحبوبتي، وأداها بشكل رائع عمر زاهي ربي يرحمه. بتحية كبيرة رحبوا معي بالفنان ياسين زوهري من ولاية بجاية. يا عاشق الطياه تبدلت من مقني يا عاشق الوردة رد بالك من ياسمين، يا عاشق الوردة رد بالك من ياسمين، رد بالك من ياسمين كي يكون فاتح بشقاقه. يا عاشق الريان بالك يغويك الزين، يا عاشق الريان بالك يغويك الزين، الزيكا ورد الدفلة وعرقو
Thank you.
Beach.
الله.